وهو ضابط جزائري سابق ايضا. كيف عرفت سبع سنوات؟ طبق الاوامر وتكلم من قبل على ان المراتانيين يعانون من الفقر ويعانون من كل شيء بسبب حكم الرئيس السابق. نتمنى ان شاء الله ان هذه الديمقراطيه التي جاءت من المؤسسه العسكريه تخرج المراتانيين من هذا الفقر، وانا على يقين انه بعد سنوات سوف يمر في هذا البرنامج ويقول نفس الكلام على ان الموريتانيين يعانون من الفقر. ومتى ستعود؟ ماذا فعلت الجيوش؟ الجيش، المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات العسكرية؟ المؤسسة العسكرية السورية منذ أكثر من 30 عاما لم توجه رصاصة واحدة والجولان محتل. ماذا فعلت الجيوش العربية حتى يتكلم على أنهم جاءوا مواطنين مخلصين كأنهم أنبياء؟ ماذا فعلوا؟ المؤسسات العسكرية صارت عبئا على الأمة. الميزانيات نتاع كل دولة عربية أكبر ميزانية هي ميزانية المؤسسة العسكرية. قيمة الإنفاق العسكري العربي فات 52 مليار دولار، في حين الإنفاق